اهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقه من حلقات قناتنا قناه عصافير الزينه. موضوع حلقه النهارده ايه هي العلامات اللي بتعرفنا ان انثى البادجي في سبيلها الى بدء البيض. في الحقيقه في عده علامات لو تتبعناها او شفناها نعرف على طول ان انثى البادجي هتبدا تبيض. اول علامه انها بتقبل على اكل عظام السبي او المحار بشكل نهم، ده دليل على قرب عملية البيض. الحاجة التانية إن إحنا بنشوف ذكر البادجي بيخص بالأنثى على صاية المكسم، العين بتلحظها. الحاجة التالتة إن أنثى البادجي هتبدأ تخش إلى البياضة وتقعد فترات قريبة تصل إلى نص دقيقة كل مرة عشان تطمئن للبياضة اللي هتبيض فيها وتحس ان مفيش حاجة بتهددها لما بتخش البياضة. الحاجة الرابعة كبر حجم الفضلات بتاع انثى البادجي، ده دليل برضو على ان انثى البادجي على وشك ان هي تبيض. ان عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك واعملوا اشتراك للقناة عشان تصلكم كل فيديوهاتنا. شير الفيديو، هنجاوب على الاسئلة والاستفسارات. إلى اللقاء في فيديو آخر. تقبلوا مني كل تحية، إلى اللقاء.